حمودي حمودي تعال تعال شوف بابا جاب لك شنو. جبت لك لبسة العيد. لبسة واحدة بس؟ لبسة واحدة بس هاي تاني يجيب لك لبسة. أنت زعلان مني من قبل في موضوع اللعبات وما اللعبات؟ ولا تزعل نفسك، أنا حاجب لك اللعبات وحاجب لك لبسة تانية. مش ماما قالت تجيب لك لعبات وتجيب لك لبسة تاني؟ أنا بجيب لك لبسة تاني وأجيب لك العشية لها. وأنا حاجب لك لبستين تاني، لكن وريني يا حمود أنت بتحب ماما ولا بابا؟ بحبهم الاثنين. شكله إذا طالع بتاع مصالح كيف؟ شكله طالع لك أنت دي. لا لا طالع لك أنت. أصحابك كلهم بكرة حيلبسوا هدوم العيد الجديدة إلا إنت. أنا ما قدرت أجيب لك هدوم العيد وأتم لك فرحتك. أحفل يا ولدي. يما أنت فرحتي وأنت عيدي وأنا هدوم العيد ما بعيد، بس أنا شايفة إني تضحكي مبسوطة دايما يا الله يرحمك يا عثمان. كنت بجيب لي ولدك هدوم العيد وبقصيه، بس المرة دي الحمل كتر علي شديد وما قدرت اجيب له الهدوم. امي نزل بدك في الباب. خليك انا بشوف دمنه. عليكم. عليكم السلام. الاخبار كيف؟ الله يسلمك. تمام ان شاء الله كويس. اتفضلوا. قبل تفضلوا بكري وين؟ يا بكري بكري تعال. عمو جاب لك شنو؟ سلطة طيبة. وانتوا طيبين الله يفرحكم زي ما فرحتونا. تفضل يخش جوا على البيت.